خلال استقباله نائب رئيس مجلس السيادة الرئيس السيسي يؤكد أن مصر كانت وستظل سندا وعونا للسودان، ويشدد على بذل أقصى الجهد لتحقيق التهدئة وحقن الدماء. مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تعيين مؤسسة التمويل الدولية مستشارا استراتيجيا للحكومة لتنفيذ برنامج أطروحات الحكومية. وزارة الدفاع الروسية تعلن إحباط هجومين للقوات الأوكرانية على محور زابوريجيا السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر كانت وستظل دائما سندا وعونا للسودان، خاصة خلال الظروف الدقيقة التي يمر بها. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي نائب رئيس مجلس السيادة السودانية. وفي لقاء آخر مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، ثمن الرئيس السيسي الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة والمؤسسة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني والوفد رفيع المستوى المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس استمع خلال اللقاء إلى عرض لتطورات الأوضاع في السودان فيما يتعلق بمسار الأزمة الراهنة، حيث أوضح نائب رئيس مجلس السيادة مجريات الجهود الرامية لتسوية الأزمة وعلى النحو الذي يحافظ على وحدة وتماسك الدولة، فضلاً عن سبل التعاون والتنسيق لإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة. كما أشاد بالمساندة المصرية الصادقة والحثيثة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف الحرج الذي يمر به، ومن بين ذلك استقبال أبناء السودان في وطنهم الثاني مصر، معرباً عن تقدير بلاده لدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الأفريقية بأسرها. وقد أكد السيد الرئيس خلال اللقاء أن مصر كانت وستظل دائماً سنداً وعوناً للسودان الشقيق، خاصة خلال الظروف الدقيقة التي يمر بها، أخذاً في الاعتبار الروابط التاريخية بين الشعبين والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين. كما أكد السيد الرئيس أن وقف الاقتتال وإطلاق النار بشكل دائم وشامل وبدء عملية الحوار السلمي بما يفضي إلى تحقيق إرادة الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية هي الأولويات التي ينبغي تكثيف الجهود من أجل تنفيذها، مؤكداً قيام مصر ببذل أقصى الجهد لتحقيق التهدئة وحقن الدماء ودفع مسار الحل السلمي ودعم مصر الكامل للسودان وتماسك دولته ووحدة وسلامة أراضيه. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد مختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء تناول مختلف أوجه العلاقات بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية ودور المؤسسة في دعم أولويات التنمية في مصر، لا سيما من خلال الاتفاقية المقرر توقيعها اليوم بين الجانبين بشأن قيام المؤسسة بتقديم الدعم الفني والاستشاري لضمان التنفيذ الأمثل لوثيقة سياسة ملكية الدولة. وفي ذلك الإطار ثمن السيد الرئيس الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والرعاية الصحية، مؤكدا في هذا السياق حرص مصر على الاستمرار في تعزيز الإصلاحات الهيكلية بما يساعد على تعزيز دور القطاع الخاص وتوفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية. من جانبه أشاد رئيس مؤسسة التمويل الدولية بعلاقات التعاون المتميزة بين الجانبين، معرباً عن تطلع المؤسسة
لتوقيع اتفاقية دعم برنامج الطروحات المصري وتقديم المشورة حول تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفقاً لأولويات واحتياجات الحكومة، ومنوهاً في هذا الإطار إلى الجدية الواضحة للدولة في تعزيز انفتاح مناخ الأعمال وتشجيعها لمؤسسة التمويل الدولية لزيادة البرامج المشتركة مع القطاع الخاص لتحفيز دوره في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة على المستوى العالمي التي تتشابك فيها العديد من الأزمات المركبة والمعقدة لتفرض ضغوطا كبيرة على معظم دول العالم، مؤكدا استمرار المؤسسة في دورها لدعم التنمية الشاملة في مصر. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية تعمل بموجبها المؤسسة مستشارا استراتيجيا للحكومة، وذلك لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. وتعكس الاتفاقية التزام الدولة بتنفيذ خطتها لتمكين القطاع الخاص استنادا إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الموافقة عليها في ديسمبر 2022. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مؤسسة التمويل الدولية ستقوم بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس الوزراء مع رئيس مؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب. الحقيقة النهاردة احنا بنشهد الحقيقة حدث مهم جدا في خطة الحكومة اللي أعلنت عنها في موضوع الطروحات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. احنا يمكن كنا اعلنا من فترة عن عدد من الشركات اللي احنا حددناها بصورة تقديرية ب 32 شركة اللي الدولة المصرية بتعتزم طرحهم لسواء لمستثمرين استراتيجيين او من خلال الطرح العام في البورصة. وبالفعل احنا واخدين خطوات تنفيذية ونأمل ان شاء الله قريبا في الاعلان عنها في عدد من هذه الاصول. ده غير بالفعل شركتين طرحناهم، كان شركة باكين وجزء من الشركة المصرية للاتصالات اللي بالفعل تم إنهاء أعماله. ولكن هنا يمكن عشان نضمن استدامة وحوكمة المنظومة على مدى طويل، هنا كان الشراكة المهمة جدا مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في إطار البرنامج أو إطار القطري للشراكة ما بين البنك الدولي ومصر. كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن اختيار مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات يعزز الاستفادة من خبراتها المتراكمة في تمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة. احنا بنستعين بمؤسسة التمويل الدولية بحيث يكون هو الاستشاري للحكومة المصرية في تنفيذ هذا البرنامج الطموح، ويمكن خبراتهم الكبيرة في هذا الموضوع وقدرتهم على تسويق الأصول المصرية هتساعدنا بصورة كبيرة للانتشار والخروج للأسواق الدولية علشان نضمن أفضل استفادة ممكنة من الأصول المصرية في هذا الشأن. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب أن اختيار المؤسسة مستشارا استراتيجيا للحكومة لدعم رؤيتها للطروحات الحكومية سيطلق العنان نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص لبناء اقتصاد مستدام. وأنا متفائل من أن هذا الاتفاق يمكن أن يكون مثالا يحتذى به من قبل اقتصادات أخرى. أود أن أعبر عن امتناني لسيادة الرئيس السيسي للوقت الذي منحنا إياه على الرغم من انشغاله لكي يلتقي بي وبوفدي اليوم، وهذا يعيد التأكيد على الأولويات التي يضعها سيادة الرئيس وأهمية القطاع الخاص ودوره في تنمية مصر. أنا ممتن لقيادته ليس فقط في مصر ولكن كذلك بالحديث عن المسائل المرتبطة بأفريقيا.
وخلال اجتماع عقب توقيع الاتفاقية عقد رئيس الوزراء اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية لاستعراض خطة التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية. وأكد مدبولي أن الاتفاقية الموقعة مع المؤسسة الدولية تعزز شراكات مصر الدولية وتساعد في تعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية في مصر. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. أكد المشاركون بلجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني أهمية دور العمل الأهلي ومحوريته بالنسبة للفئات الأكثر احتياجا. وخلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة النقابات والعمل الأهلي أوضح المشاركون أن دور التحالف الوطني للعمل الأهلي أحدث قفزة نوعية للعمل الأهلي في مصر، مشيرين إلى ضرورة الاستفادة من التجربة ونقل الخبرات من الجمعيات الأهلية الكبرى إلى الجمعيات الأصغر. قال المشاركون بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة في الحوار الوطني إن البحث العلمي هو أساس التقدم وتحسين جودة الحياة الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة بالدولة. جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والمندرجة تحت المحور السياسي بالحوار الوطني لمناقشة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها بالخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي. كما طالب المشاركون بضرورة استقلال الجامعات والمراكز البحثية، وأكدوا أن الحق في التعليم لا يمكن التمتع به إلا إذا كان مصحوبا بالحرية الأكاديمية. وللمزيد تنضم إلينا مباشرة الزميلة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. جرمين، انقلي لنا الصورة لديك وأجواء مناقشة المحور السياسي اليوم في الحوار الوطني. نعم بعد التحية، بالفعل نتابع معكم في هذه التغطية الحية والمستمرة لفعاليات الحوار الوطني بجلساته المختلفة. اليوم هو اليوم الأول من الأسبوع الرابع والمخصص للمحور السياسي بلجانه المختلفة. كانت البداية مع لجنة النقابات والعمل الأهلي والتي قامت بعقد جلسة عن قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية والمعوقات التي تعوق تنفيذ هذا القانون أو معوقات أمام العمل الأهلي بشكل عام. كانت هذه الجلسة بمشاركة قادة الجمعيات الأهلية وأعضاء لجنة النقابات وممثلي المجتمع الأهلي، وكانت الأحاديث تدور حول قانون سنة 2019 والخاص بتنظيم العمل الأهلي، ما يعوق تنفيذ هذا القانون، كيف يمكن الخروج بتوصيات لتسهيل العمل الأهلي في الداخل. كان أيضا الحديث يدور حول الملف المالي الخاص بالمنظمات الأهلية، أيضا ما يتعلق بتحديد المدة الزمنية الخاصة بقبول التراخيص أو تنفيذ مشروع معين وإتاحة مساحة للجمعيات الأهلية لعقد مجموعة من الأنشطة الخاصة بها، أيضا الحديث عن إتاحة الفرصة أمام دمج المنظمات. الجميع كان يتحدث عن أهمية العمل الأهلي وأهمية أيضا وجود منظمات خاصة بالعمل الأهلي وخاصة العمل الأهلي التنموي وكيف يعود ذلك بفائدة
الفائدة على المجتمع. أيضا في نفس التوقيت كان هناك جلسة عقدتها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة. هذه الجلسة كانت عن تحقيق التفاعل أو كيف يمكن تحقيق التفاعل بين الأكاديميات المصرية ونظيرتها في الخارج، وأيضا الحديث عن متطلبات حرية البحث العلمي. كان الحديث بيدور حول أهمية التفاعل بين المنظمات في الداخل والأكاديميات والجامعات وأيضا مثيلتها في الخارج، وكيف يعود هذا بفائدة على التعليم وأيضا على البحث العلمي. وهذا يأتي في إطار الاهتمام سواء من قبل الدولة أو المؤسسات المختلفة بالبحث العلمي، كيف يمكن دعم البحث العلمي في مصر وأيضا تمويل البحث العلمي. وهذا ربما يتفق أيضا مع ما دار في من نقاشات خلال الأسبوع الماضي عن مناقشة مشروع قانون حرية تبادل المعلومات، وكيف يؤدي هذا المشروع بتأثير مباشر على البحث العلمي في الداخل. وهو أيضا مستجاب إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب في الأسكندرية عندما أكد على تنفيذ ما يتعلق بمشروع قانون حرية تبادل المعلومات. كما أكد الرئيس وتابعنا التصريحات أنه إذا كان الأمر في نطاق صلاحياته سيكون هناك استجابة فورية أو إحالة الأمر لمجلس النواب. نعم. منذ قليل بدأت أيضا جلسة أخرى خاصة بلجنة المحليات لمناقشة قانون الإدارة المحلية وأيضا استكمال النقاشات للمجالس الشعبية المحلية. وكانت النقاشات بتدور حول أهمية وجود مجالس محلية، طرق الانتخاب الخاصة بالمجالس الشعبية، وأيضا ما يتعلق بمساءلة أعضاء مجالس المحلية لرؤساء المجالس المحلية وكيف يمكن ضبط هذه المساءلة حتى لا يسوء استخدام هذا الحق. إذا مناقشات مستمرة ويعني تفاعل كبير من المشاركين للوصول في النهاية بتوصيات ترفع لرئيس الجمهورية. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. أشكرك جزيلا. من المقر الخاص بانعقاد الحوار الوطني جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. عقد وزير الخارجية سامح شكري اجتماعا ثنائيا مغلقا مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل. يأتي اللقاء في إطار العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي والشراكة الاقتصادية والتعاون الوثيق لمواجهة التحديات المشتركة على ضفتي المتوسط. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي ورئيس مجلس الدفاع للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل والوفد المرافق له. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد جوزيف بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي ورئيس مجلس الدفاع للاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، كذلك بحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية ومجلس الدفاع الأوروبي. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الصداقة التي تربط القوات المسلحة المصرية ومجلس الدفاع الأوروبي في مختلف المجالات، مشيرا إلى حرصه على أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكري المشترك مستقبليا. من جانبه أشاد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي ورئيس مجلس الدفاع للاتحاد الأوروبي بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، كذلك الرؤية المصرية الرشيدة تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية وعدد من أعضاء مجلس الدفاع الأوروبي.
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على عمق علاقات الصداقة التاريخية والراسخة والتعاون المتميز بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي. جاء ذلك خلال استقبال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل. ناقش أبو الغيط وبوريل عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأزمات المنطقة. وحول القضية الفلسطينية أكد الطرفان على الثوابت المتفق عليها لإقامة سلام عادل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل دولتين. كما تبادل الجانبان وجهات النظر فيما يخص الأزمات في السودان وليبيا واليمن وأوكرانيا، وكذلك الحاجة إلى معالجة أسباب تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط. اتفقنا على ضرورة تعزيز العلاقات بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما تم تنسيق المواقف بين الجانبين إزاء عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والأزمات في المنطقة، وخاصة فيما يتصل بتسوية الأزمات في السودان وليبيا والحاجة إلى معالجة جذور الأسباب التي ساهمت في تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية وخاصة عبر البحر الأبيض المتوسط. بطبيعة الأحوال احتلت القضية الفلسطينية حيزاً مهماً من اجتماع اليوم، حيث أكدنا على ثوابت إقامة سلام عادل ودائم وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ومبادرة السلام العربية وعلى أساس حل الدولتين. من جانبه أكد الممثل السامي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن هناك تعاونا وثيقا بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، مشددا على دورها كشريك مهم للغاية. Good morning and thank you to the أنا أنتهز هذه الفرصة كي أكرر أن جامعة الدول العربية هي شريك مهم للغاية للاتحاد الأوروبي، وأنه على مدار سنوات كنا نتعاون تعاونا وثيقا في مسائل مهمة بالنسبة لنا مثل مكافحة الإرهاب، منع انتشار الأسلحة، حقوق الإنسان، وكذلك عملية السلام في الشرق الأوسط. لتحقيق ذلك كنا نجري اتصالات متواصلة على مستويات مختلفة بما في ذلك اجتماعات وزارية. آخر اجتماع قد عقد في فبراير من عام 2019 في بروكسل. أعلنت السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك أن طرفي الصراع في السودان اتفقا على وقف إطلاق نار جديد مدته 72 ساعة ابتداء من اليوم. وأضافت الرياض وواشنطن في البيان أن الطرفين سوف يتمتعان خلال الهدنة ويمتنعان عن التحرك والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع، وكذا إعادة إمداد القوات والامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار. هدنة سودانية جديدة تدخل حيز التنفيذ لمدة 72 ساعة بوساطة سعودية أمريكية في إطار جهود دولية لإيجاد حل للأزمة السودانية. هدنة ليست الأولى، حيث سبق وأن أبرم الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أكثر من هدنة منذ اندلاع النزاع بينهما في 15 من أبريل، لكن لم يتم الالتزام بها كليا على الأرض. الطرفان التزما إلى حد بعيد بالهدنة الأخيرة التي سرت نهاية الأسبوع الماضي لمدة 24 ساعة حسبما أكد شهود عيان، حيث وفرت هدوءا نسبيا لم يعهدوه منذ بدء القتال، إلا أن المعارك استؤنفت فور انتهاء وقت اتفاق وقف إطلاق النار. هذا وأعلن
أعلنت السعودية والولايات المتحدة ليلة السبت عن اتفاق ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة 72 ساعة اعتبارا من 18 وحتى 21 من يونيو. البيان أكد أن الطرفين تعهدا أنهما سوف يمتنعان عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات، وسيسمحان بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان. الجيش السوداني أكد موافقته على الهدنة، لكنه أشار إلى أنه سيتعامل بالرد الحاسم حيال أي خروقات يقوم بها الطرف الآخر خلال مدة سريانها، في حين أكدت قوات الدعم السريع التزامها بما يخدم أغراض الهدنة الإنسانية، وخاصة تسهيل إيصال المساعدات وفتح الممرات الآمنة للمواطنين. ودعت الرياض وواشنطن طرفي النزاع إلى النظر في المعاناة الكبيرة التي يعاني منها الشعب السوداني وضرورة الالتزام التام بوقف إطلاق النار وتوقف حدة العنف. تأتي تلك الهدنة عشية انعقاد مؤتمر في جنيف لتنسيق المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها نحو نصف سكان البلاد، ووفق تقديرات الأمم المتحدة يحتاج 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان المقدر ب 45 مليونا للمساعدة. وتسببت المعارك بنقص في المواد الغذائية والخدمات الأساسية، في حين تؤكد مصادر طبية أن ثلاثة أرباع المستشفيات الواقعة في مناطق القتال باتت خارج الخدمة. وأعلنت السعودية التي تترأس المؤتمر بالشراكة مع دول وأطراف أخرى أن المؤتمر هدفه إعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة. وكانت الأمم المتحدة قد أشارت في وقت سابق هذا الشهر إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها نالت 16% فقط من التمويل المطلوب. تستضيف الأمم المتحدة في جنيف غدا الاجتماع رفيع المستوى لإعلان التعهدات للسودان بمشاركة مصر. وسيتم خلال الاجتماع إعلان الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى عن التزامات مالية لمواجهة الأزمة الإنسانية في السودان. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن قواتها الجوية شنت 14 غارة جوية على مناطق تمركز القوات الروسية خلال الساعات الماضية. وأضافت الهيئة أن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية أصابت 3 مواقع قيادية ومنطقتين لتمركز الأفراد وخمسة مستودعات للذخيرة وثلاث وحدات مدفعية في مواقع إطلاق النار. أعلن الجيش الروسي إحباط محاولتين من جانب القوات الأوكرانية للهجوم على محور زابوريجيا. إلى ذلك أفادت مصادر إعلامية روسية بأن قصفا أوكرانيا تسبب في مقتل شخصين في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة زابوريجيا الأوكرانية. على صعيد متصل أفاد المكتب الصحفي لمجموعة غرب بالجيش الروسي أن الطيران الحربي الروسي وجه 8 ضربات بالقنابل والصواريخ ضد القوات الأوكرانية على اتجاه كوبيانسك. في течение суток поражены 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила военной техники в 89 районах. В районе населенного пункта Копанки Харьковской области уничтожена радиационная станция контрбатарейной борьбы.
أفادت وزارة الطاقة الأوكرانية بأن النرويج قدمت أكثر من 240 طنا من المساعدات الإنسانية لقطاع الطاقة الأوكرانية. وذكرت الوزارة أنه من بين المعدات التي قدمها الجانب النرويجي مولدات ومحولات الطاقة ومعدات خاصة، هذا بالإضافة إلى العناصر الأخرى اللازمة لتنفيذ أعمال الترميم للحفاظ على استقرار نظام الطاقة بعد الهجوم على محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية. السادسة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابع فيها أيضا. أكثر من 700 ألف حاج يصلون المدينة المنورة، والبعثة المصرية تنتهي من إجراءات ترخيص 6 عيادات جديدة. أعلنت وزارة الصحة والسكان زيادة أعداد عيادات البعثة الطبية المصرية في مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى 17 عيادة بعد انتهاء إجراءات ترخيص 6 عيادات جديدة طبقا لاشتراطات وزارة الصحة السعودية. كما قدمت بعثة الحج الطبية خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج ل 2419 حاجا حتى أمس، وقدمت فرق البعثة 402 ندوة توعوية في الفنادق وأماكن تجمعات الحجاج المصريين حضرها 13864 حاجا. وتضمنت الندوات معلومات عن كيفية الحفاظ على سلامة الغذاء وكيفية تجنب الإصابة بالأمراض المعدية في الأماكن المزدحمة وخلال تأدية المناسك. تواصل فنادق المدينة المنورة استقبال حجاج القرعة وسط تيسيرات يقدمها لهم ضباط البعثة خلال فترة إقامتهم. كما يتم إجراء متابعة ميدانية من غرفة عمليات بعثة حج القرعة للتيسير عليهم. تواصل فنادق المدينة المنورة استقبال أفواج حجاج القرعة وسط احتفاء بقدومهم من قبل إدارة هذه الفنادق القريبة من الحرم النبوي، وتسابق ضباط البعثة إلى سرعة تسكينهم في الغرف المجهزة بمواصفات توفر أقصى درجات الراحة لهم. أنا فخور أني أقدم خدمة لأعز شعب عربي على قلبي كوالد المدينة المنورة، وحبنا لأهل مصر شهادتنا فيه يمكن مجروحة، لكن في ود متبادل بين أهل المدينة تحديدا والسعوديين وأهل مصر، وشرف لنا خدمة حجاج القرعة المصرية. استقبال عظيم ومشرف، والبعثة كلها بتاعت الداخلية ناس عظماء وقابلونا أحسن مقابلة، ومية مية وربنا يبارك فيهم. كل حاجة حلوة وكل حاجة عادية، ربنا يحفظكم ويكرمكم يا رب، وتحيا مصر وتحيا مصر ويعيش الرئيس. وتوفر البعثة خدمات طبية من خلال قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والتي تنسق مع البعثة الطبية المصرية لمتابعة الحالات المرضية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لضيوف الرحمن. يوم عرفة ده هو الركن الأعظم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. خلي اليوم ده كله دعاء، خلي اليوم ده كله استغفار. ويصاحب بعثة وزارة الداخلية عددا من الأئمة والوعاظ، حيث يتم عقد ندوات دينية للرد على استفسارات الحجاج وشرح المناسك لهم. دي ندوات دورية بالتنسيق مع البعثة المصرية هنا بشكل دوري، كل يوم في محاضرة وندوة للنساء يكون بها الواعظات، في محاضرة بنقوم احنا بيها، بالإضافة ان احنا بنكون متواجدين في الفنادق لتلقي الأسئلة والاستفسارات على مدار اليوم. يعني هنا المشرفين ان في ندوة بعد صلاة العصر، وجينا حضرنا وحكونا من اول ما نطلعوا من الفندق لغايه ما نروحوا بيع علي نحرمه، وكل المناسك قالوا لنا عليها. الحمد لله كان توفيق من ربنا ان احنا حضرنا الندوه، الحمد لله استفدنا منها، جزاهم الله خيرا المشايخ الحمد لله واللي قاموا على تنظيم الندوه. وبأحد فنادق المدينة تتابع غرفة العمليات التي جهزتها وزارة الداخلية أحوال حجاج القرعة بالمدينة منذ لحظة وصولهم حتى المغادرة لتوفير الراحة للحجاج والإجابة على استفساراتهم. الأمانة
من أكثر البعثات الحريصة على راحة حجاجهم، شغالين 24 ساعة مكتب عمليات في كل فندق، ضابط متواجد لكل فندق. أشكرهم بصراحة حرصهم على الحجاج، وحرصهم بالذات على الكبار في السن واللي عندهم مشاكل صحية. وحرصاً من بعثة حج القرعة على أن تسهل الإجراءات للحاج لزيارة الروضة الشريفة، يتم حجز مواعيد الزيارات واصطحاب الحجاج في مجموعات إليها لاستمتاع بالصلاة في الروضة الشريفة. بيتجمع الرجال هنا في الفندق، بيطلع معهم مندوب من وزارة الداخلية، يوصلهم على باب 37 في الحرم رسول صلى الله عليه وسلم، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، بيدخلوا بيخلصوا الزيارة بتاعتهم ومعهم المرافق معهم بانتظام، وبيرجعوا للفندق تاني. بيجي الفوج اللي بعده السيدات بعد صلاة الفجر، بيتجمعوا معهم مندوب، وفي عميد هناك سيدة تبع الوزارة عندنا في مصر بتكون في استقبالهم وتدخلهم، بيخلصوا زيارتهم وبيرجعوا للفندق تاني. منظومة متكاملة من الخدمات والتيسيرات مقدمة لحجاج القرعة بالمدينة المنورة لتوفير أجواء روحانية للاستمتاع بهذه الزيارة المقدسة طوال فترة إقامتهم قبل التوجه لمكة المكرمة لأداء مناسك الحج. حزمة من التيسيرات والإجراءات التي يتخذها ضباط بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية للتيسير على حجاج القرعة أثناء إقامتهم بالمدينة المنورة قبل أن يتم تفوجهم إلى مكة المكرمة تمهيدا لأداء المناسك، حيث تتواصل هذه التيسيرات بمكة المكرمة. من أحد فنادق إقامة حجاج القرعة بالمدينة المنورة، عبد الله بركات، التلفزيون المصري. ذكرت لجنة الحج والزيارة بالسعودية أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة حتى أمس بلغ 718,030 حاجا من عدة جنسيات، توافدوا عبر المنافذ الجوية والبحرية لأداء فريضة الحج هذا العام. وأوضحت اللجنة أن 29,090 حاجا وصلوا حتى أمس السبت، من بينهم 25,962 حاجا وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 105 رحلات، بينما استقبل مركز الهجرة 65 رحلة تقل 2099 حاجا، واستقبل مركز حجاج البر 22 رحلة تقل 924 حاجا. تواصل البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة عملها لاستقبال ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية لهم. هذا وقد تم تقديم الخدمات العلاجية والدوائية إلى 2419 حاجا، كما تم تحويل 23 حاجا إلى المستشفيات السعودية، وتم خروج 19 حالة وباقي 4 حالات وحالتهم مستقرة. مع استمرار توافد وصول ضيوف الرحمن على مكة المكرمة لأداء المناسك، تستمر أعمال البعثة الطبية المصرية ممثلة في فرق الطب الوقائي التي تجوب الفنادق المتواجد بها الحجاج المصريين لعقد الندوات التوعوية بالمساجد وأماكن تجمعاتهم للتعرف على الأمراض المعدية والعديد من الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها على مدار الساعة خلال أدائهم الفريضة. توجههم ازاي مع الحرارة، درجة الحرارة، السخونة، ازاي يتوجهوا للعيادات، ازاي لو ظهر عليهم اي اعراض من اعراض امراضية يتوجهوا للعيادات على طول، ازاي لما ينزلوا الشارع ويرجعوا ايه الحاجات اللي ممكن يستعملوها، الوقاية الشخصية بتاعتهم، نظافة النظافة الشخصية، لو حسوا باي نوع من انواع التعب او السخونية او اي عرض بالنسبة لهم بيتوجهوا للعيادة الطبية على طول، واحنا بنبقى موجودين مستعدين ليهم على طول باستمرار ان شاء الله. ان احنا اكتشفنا اي مرض تنفسي عن طريق العيادة بتاعتنا بيبتدي ان احنا نتعامل مع المريض، اذا كان محتاج عزل ففي متوفر غرف بيتعزل فيها المريض، وبنتابع المخالطين اللي حوالين المريض، بنشوف اخبارهم كل يوم هم والمريض لغايه ما تحسنوا، واذا احتاج المريض ان هو يتنقل المستشفى فبنوجهه لاقرب مستشفى سعودي. كما حرصت البعثة الطبية المصرية على عقد اجتماع بأعضائها لوضع اللمسات الأخيرة للخطة التفويجي ودور البعثة مع الحجاج المصريين أثناء المناسك لتوفير الأجواء الروحانية لهم. تبقى لتعاملات السيد رئيس البعثة أن يتم تقسيمهم لأربع مجموعات أثناء أيام المشاعر، بحيث لا يحدث أي خلل في العمل في المخيمات. يمكن السيد إن شاء الله يبقى فيه تواجد العيادات للأطباء، أصلاً في تنسيق دائم كمان
ما بيننا وما بين غرف عمليات البعثات الأخرى زي السيادة وزارة الداخلية ووزارة التضامن على مدار الساعة، حتى إن شاء الله بإذن الله مشاعر في تنسيق ما بيننا دائم للتحرك مع بعض بإذن الله. السادة الأطباء والسادة أعضاء البعثة المكلفين بالعمل أيام مشاعر تقريبا خدوا كل التعليمات إن شاء الله بمواعيد المغادرة من مكة المكرمة، حتى التعاجل سلس أيام التشريق بإذن الله. يعني ضيوف الرحمن أثنوا على دور البعثات الطبية المصرية في توفير الخدمات العلاجية والوقائية لهم على مدار الساعة. دكتور قعد أرشدنا للحاجات اللي ناخد بالنا منها، لأن الجو هيبقى شمس وهتبقى زحام وهنعمل مجهود، فلازم إيه نستعين بماء زمزم، نحاسب على نفسنا، واللي عندها كحة تبعد عن التانية، واللي عندها انفلونزا تبعد برضو عن أي حد جنبيها وتاخد احتياطاتها. جهود مضنية تبذلها البعثات الطبية المصرية على مدار الساعة ليكون شعار خدمة الحقيق شرف لنا واقعا ملموسا من خلال الخدمات العلاجية والوقائية التي تقدم لضيوف الرحمن. محمد حلمي، التلفزيون المصري. وللمزيد ينضم إلينا محمد حلمي، موفد التلفزيون المصري ضمن البعثة الطبية المصرية للحج. محمد، بعد التحية، طمئنا على البعثة المصرية وكيف يتم التعامل معها طبيا وصحيا. بالفعل تحياتي لك يا أدى والسادة مشاهدي التلفزيون المصري. البعثة الطبية هنا مع زيادة وفود ووصول الحجاج المصريين إلى الأراضي المقدسة سواء مكة المكرمة أو المدينة المنورة، بيتم افتتاح العديد من العيادات بمقر إقامة هؤلاء الحجاج. آخر عيادة تم تدشينها بالأمس ليصل عدد العيادات بمكة المكرمة إلى 17 عيادة. كما قلت في سياق الخبر أن وصل عدد الحالات التي تم تقديم لها الخدمات العلاجية إلى 2419 حالة تم تقديم لهم الخدمات العلاجية والوقائية بل وتقديم الدواء لهم من خلال العيادات المتواجدة بمقر إقامتهم. كما تم عمل 402 ندوة، هذه الندوات من قبل الفرق الطب الوقائي، ندوات تثقيفية وتوعوية بكيفية الوقاية من الأمراض المعدية وكيفية الوقاية من ضربات الشمس والتغذية السليمة. وصل عدد الحجاج الذين حضروا هذه الندوات إلى ما يقرب من 14 ألف حاج. وصل عدد الحالات التي دخلت المستشفيات من خلال التنسيق ما بين البعثة الطبية المصرية والبعثات النوائية والسلطات السعودية إلى 23 حاجة. تم خروج 19 حاج، بقى 4 حالات لكن حالاته مستقرة. هناك العديد من الفرق الطبية التي تجوب المستشفيات من قبل البعثة الطبية المصرية للوقوف على الخدمات العلاجية التي تقدم لهؤلاء الحجاج ورصد أي حالة يتم دخولها لهذه المستشفيات، كذلك متابعة هذه الحالات بعد خروجها من المستشفيات. هناك 27 حالة أمراض تنفسية، منهم 4 حالات كورونا ولكن حالتهم مستقرة. الحمد لله حجاج مصر بخير. هناك استحسان من قبل الحجاج المصريين لما يقدم لهم من هذه الخدمات التشخيصية والعلاجية على مدار الساعة. كذلك كما قلت أن خدمة الحقيقة شرف لنا هو شعار بيأكد عليه أعضاء البعثة الطبية المصرية سواء على المستوى الوقائي أو العلاجي. معك أدى، أشكرك شكرا جزيلا. محمد حلمي، موفد التلفزيون المصري ضمن البعثة الطبية المصرية للحج. انطلقت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب فعاليات ورشة العمل الثانية من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب البنك نوت، وذلك بتعاون مع مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية. وأكد الحاضرون أن أهداف مبادرة الفن المستدام تتسق مع أهداف التنمية المستدامة وتأتي في إطار تمكين الشباب والمرأة، مشددين في الوقت نفسه على أهمية الفكر الابتكاري للشباب. عملنا مجموعة من المعارض في متحف مثلا المومياوات، عملنا في كمان نظمنا معرض في قمة المناخ، ومن هناك رجعنا بفكرة هي انه نركز على شباب الفنانين وازاي ممكن نخلق من الفن التشكيلي فن مستدام، يبقى فن له علاقة بالتوعية.
من أجل الحفاظ على البيئة، له علاقة بالاقتصاد الإبداعي، له علاقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، له علاقة أهم بقى بالشباب، سواء شابات أو شباب يعني بنات وأولاد. فكرة في أن الورشة دي إزاي بندمج أن إحنا الفن ده، الفن اللي هيطلع مننا ده من خلال الورشة نعرف برضو وندمجه مع التدريب اللي بيحصل على ريادة الأعمال، إن إزاي ده يوصل لأكبر قدر من الجمهور وإزاي إن هو الرسالة بتاعته توصل للناس كلها. التقى 150 شابا من دول العالم المختلفة تحت شعار عالم أفضل بالشباب، وذلك ضمن منحة ناصر في نسختها الرابعة التي تأتي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. تهدف منحة ناصر إلى نقل التجربة المصرية التنموية عن طريق ندوات تثقيفية وزيارات ميدانية للمجال السينيابية والأماكن السياحية لبناء جسور التعاون بين شباب العالم. 150 شابا من دول العالم المختلفة بخلفيات ثقافية وسياسية واجتماعية متنوعة مقسمين على 11 مجموعة تجمعوا تحت شعار عالم أفضل بالشباب ضمن منحة ناصر في نسختها الرابعة التي تأتي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. لا طبعا ده مشروع مهم جدا، ياريت يعني كل دول العالم تنخرط في مثل هذه المشاريع، هو ده اللي هيقرب ما بين الشعوب، هو ده اللي هيزيد التفاهم، هو ده اللي هيزيد الاحترام المتبادل، هو ده اللي هيزيد التعايش. فالمشروع ده نواه جيده جدا، يجب ان هي تكون يعني بدايه لعمل اكبر واكبر بمختلف دول العالم تتبناه. واعتقد ان المنحه قدمت تجربه هايله، لما شفنا الفيلم النهارده الحقيقه كان في نواحي كثيره جدا متعلقة بالنهضة في مصر وبالجمهورية الجديدة. وتهدف المنحة إلى نقل التجربة المصرية التنموية عن طريق ندوات تثقيفية وزيارات ميدانية للمجالس النيابية والأماكن السياحية، بالإضافة لبناء جسور التعاون بين شباب العالم تنفيذا لاستراتيجية مصر 2030 وإفريقيا 2063 للتنمية المستدامة. والله طبعا فكرة المنحة اللي هو ازاي نعزز دور الشباب على المستوى القيادات الدولية والشعبية، وفكرة المنحة أصلا اللي هي تعزيز التفكير المؤسسي والدمج معها مع الدبلوماسية الشعبية ومع دول التعاون جنوب جنوب بشكل عام. الحمد لله استفدنا استفادة شاملة بالزيارات اللي احنا قمنا بيها في المؤسسات المصرية العظيمة زي أكاديمية الشرطة والكنيسة المصرية وكمان مشيخة الأزهر وقناة السويس، خدنا جولة مميزة جدا في قناة السويس، وحضرنا برضه مجموعة من جلسات ورش العمل. نبالغ سعادتي بالمشاركة ضمن فعاليات منحة ناصر القيادة الدولية دفعتها الرابعة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما رأيناه خلال الفترة الماضية في جمهورية مصر العربية بيعكس جهود الدولة المصرية على تعزيز دور الشباب محليا ودوليا. أهم الأجندة اللي اشتغلنا عليها ضمن فعاليات المنحة هي أجندة 2063 ومناسبة مرور 60 عاما لتأسيس الاتحاد الإفريقي. حقيقة مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة هذا الشيء راح يعكس وضع الشباب كثير ما يلائم تفعيل وتعزيز دورهم على الأرض ضمن بلدانهم. وتعتبر منحة ناصر للقيادة التي بدأت عام 2019 إحدى الآليات التنفيذية لدعم الكفاءات من الشباب الإفريقي وتمكينهم من خلق رؤية شاملة ومحورية ترتبط بالقضايا العالمية وخطط التنمية المستدامة. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. احتلت الدولة في قطاع الصناعة تغييرا ملموسا بعد ثورة 30 من يونيو، ودعمت خلق مجتمع صناعي قوي يمكن الاستعاضة به عن فاتورة الاستيراد باهظة التكلفة. وفي سبيل ذلك صدرت التكليفات للحكومة عبر أجهزتها ومؤسساتها المختلفة بتوفير كل الدعم الممكن للصناعة. الصناعة قاطرة الاقتصاد،
شعار توليه القيادة السياسية أهمية قصوى خلال المرحلة الراهنة باعتباره السبيل نحو تحقيق التنمية المستدامة. وفي سبيل ذلك صدرت التكليفات للحكومة عبر أجهزتها ومؤسساتها المختلفة بإيلاء هذا الملف الأولوية القصوى. فلا نهضة لأمة دون الصناعة. أرست الدولة دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة التي استندت بصفة أساسية على النهوض بالصناعة الوطنية من خلال توفير الأراضي الصناعية المرفقة وإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة. وإيمانا منها بأهمية النهوض بالقطاع الصناعي، عملت الحكومة على إنشاء العديد من المجمعات الصناعية وتقديم حل تنموي لدعم التكامل الصناعي والمساهمة في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية. ومن أبرز المجمعات التي أنشأتها الدولة مجمع الصناعات الصغيرة بمدينة السادات في محافظة المنوفية، الذي يضم 296 مصنعاً بإجمالي وحدات بلغ 296 وحدة، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الدوائية والهندسية والغذائية. والمجمع الصناعي بمحافظة بورسعيد جنوب الرسوة، ويستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيميائية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج. كما تم إنشاء مجمع الغردقة بالبحر الأحمر بإجمالي عدد وحدات بلغ 218 وحدة، تستهدف أنشطة الصناعات الغذائية والكيماوية ومواد البناء الديكورية. والمجمع الصناعي بالمطهرة بالمنيا بإجمالي عدد وحدات بلغ 68 وحدة في الصناعات الغذائية والهندسية الكيماوية. اهتمت الدولة كذلك بإنشاء المدن الصناعية المتخصصة، فأنشأت الدولة 4 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 506 أفدنة، ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فداناً، فضلاً عن مدينة الدواء بمنطقة الخنكة على مساحة 180 ألف متر مربع، ومدينة الرخام بالجلالة. واستكمالاً للنهوض بالقطاع الصناعي، تم افتتاح مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي على مساحة 430 فداناً، ومشروع سايلو فودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات. وأخيراً افتتح الرئيس السيسي مجمعاً صناعياً لإنتاج الكوارتز في العين السخنة بمحافظة السويس. الدولة المصرية تؤمن بأهمية الصناعة وتتخذ كل الإجراءات الكفيلة بتحقيق النهضة الصناعية المرجوة. وقد استطاعت الدولة تحقيق نسبة 8% معدل نمو صناعي والوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنوياً خلال العام الماضي. في ضوء جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للتخفيف عن المواطنين ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، بدأت مؤسسات التحالف بتوفير لحوم الأضاحي وتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجا. يستمر العمل على مدار الساعة بمحافظتي القاهرة والجيزة لتوزيع أكثر من 25 ألف كيلوغرام. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، بدأت مؤسسة أبو العينين الخيرية إحدى كيانات التحالف الوطني الإعداد والتجهيز لاستقباله من خلال شراء 1000 رأس من العجول بما يعادل 400 طن من اللحوم لتوزيعها على الأهالي الأكثر احتياجا في محافظات مصر كافة. أكثر من 1000 رأس هنذبحها، بل والأمر مفتوح بتوجيهات الأستاذ محمد أبو العينين، حتى لو احتاجنا نذبح أكثر من 1000 إحنا بنوزعها. القاهرة الكبرى لها أهمية عندنا، احنا القاهرة والجيزة يعني يوميا حوالي 25 طن لحمة بيتم تسليمهم بيها. تنينا توزيع 250 ألف كيلو على مستوى محافظة الجيزة والقاهرة فقط، من على مستوى محافظات الجمهورية كلها. في محافظتي الجيزة والقاهرة وعلى مدار 24 ساعة يستمر العمل على قدم وساق لتوزيع ما لا يقل عن 25 ألف كيلو من اللحوم الطازجة للمواطنين الأكثر استحقاقا من هذا اليوم وصولا ليوم عيد الأضحى المبارك. مؤسسة خيرية بسم الله ما شاء الله، بتدي للناس كل حاجة في المواسم وفي الأعياد، وربنا يبارك لنا في المؤسسة كلها واللي شغالين في المؤسسة. بصراحة عايز أشكر مؤسسة أبو العينين كله والقائمين عليها وكل اللي بيشتغلوا في مؤسسة السيد النائب أبو العينين. والله إحنا مهما ما نقول مش هنكفيهم حقهم بتوع تحالف الوطن. شايفين حتى نظام وشايفين ما شاء الله بالك، يعني إيه الناس جاية ما شاء الله مبسوطة. ده عمل صالح،
ده كله عمل صالح، مش عمل شر، عمل صالح للناس الغلابه ديت. ده حاجه خير خير من عند ربنا، وشكرا للتحالف الوطني. مجهودات جمعية أبو العنين وغيرها من المؤسسات تأتي تحت مظلة التحالف الوطني من أجل الوصول إلى المواطنين الأشد احتياجا للتخفيف عن كاهلهم ومراعاتهم، ليصلوا بهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء. تواصلت على مدار يومين أعمال القافلة الطبية في قرية خزان عشور بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط. تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة. القافلة النهاردة فيها حوالي 12 عيادة تخصصية، من ضمنها تنظيم الأسرة. كل عيادة فيها بيبقى فيها الطبيب الموجود سواء كان أخصائي أو استشاري. بنبدأ الإعداد للقافلة قبلها بوقت كافي حوالي أسبوع، بنبدأ الإعداد اللوجستي، بنشوف المكان اللي احنا هنقيم فيه القافلة، بنشوف العيادات المتنقلة اللي بتدعمنا بيها وزارة الصحة إن هي تبقى حاضرة معانا القافلة، بنشوف الفريق الطبي الموجود معانا. طبعا معانا فريق على أعلى مستوى بيبقى متواجد في القافلة، كل ده بنجهزه. كمان بنجهز الأدوية والمستلزمات الطبية اللي هتبقى موجودة في القافلة، بنشوف كمان التخصصات الطبية اللي هتحتاجها القرية. قافلة طبية فيها جميع التخصصات، تخصصات مجانية، خدمة وبتصرف أدوية مجانية، وبنرحب بهم في المدرسة التعاون مع وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، وبنشكر مجهودات حياة كريمة والرئيس السيسي. كفيلة محترمة وعمل لنا الواجب، والله والله ما تحرم منكم أبدا، تسلموا وربنا يبارك في الرئيس، ربنا يخلي لنا السيسي ويبارك فيه. انطلقت أعمال القافلة الطبية بوحدة المستعمرة الصحية التابعة لإدارة القصير الطبية بالبحر الأحمر. قامت القافلة بإجراء الكشف الطبي على 217 حالة بمختلف التخصصات الطبية، منها إجراء 33 فحصا معمليا و13 فحصا بالأشعة والسونار، كما تم إجراء 69 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة. انتهت أعمال تطوير مركز شباب بهيك في منطقة برج العرب غربي الإسكندرية. تستهدف أعمال التطوير خدمة رواد المركز الذي تم تزويده أيضا بمجموعات من لعب الأطفال، إضافة إلى رفع كفاءة ملعب كرة القدم من خلال زراعة النجيل الطبيعي لدعم ممارسة الشباب لرياضة كرة القدم. المركز بيقع في نطاق مركز ميت برج العرب، واللي بيقع في نطاق مؤسسة حياة كريمة اللي بتنفذ مشروعات عندي في المركز، ومن ضمن المشروعات اللي نفذتها ملعب خماسي وتطوير المبنى الإداري. المشروع ده خدم الأهالي بشكل كبير والأعضاء، بقت الناس كلها تيجي بالنطاق جميع الشباب، يعني الشباب والأطفال، فطبعا عملوا لي شغل في المركز، وبنشكر حياة كريمة إنها ساهمت ودعمت المركز. كنا بنمارس كرة في أماكن تانية وبنسافر أماكن كتير علشان نقدر نلعب ونجمع أصحابي ونلعب، بس بعد ما جت حياة كريمة والدور التفاعل بتاعهم الجامد اللي جم أثروا هنا على النادي بشكل إيجابي كتير هنا. الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة. أخبار الاقتصاد لدى فاطمة خليل، تفضلي فاطمة. شكرا إيمان منصور، شكرا أدا إبراهيم، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وجود عجز في السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق. وأكد إعلامي مجلس الوزراء أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وغيرها من المنتجات الغذائية يكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مشيرا إلى شن حملات تفتيش يومية على منافذ صرف السلع والمحال بالأسواق لمتابعة موقف توافر السلع ومنع التلاعب في أسعارها أو احتكارها.
تفقد وزير الزراعة السيد القصير ومحافظ أسوان أشرف عطية أول محطة مخصصة لإنتاج شتلات القصب في كومومبو. وقال وزير الزراعة أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة كومومبو لإنتاج شتلات قصب السكر، وهي الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا لإنتاج شتلات قصب السكر. احنا بنتفقد المشروع القومي لمحطة شتل القصب بكومومبو. دي المحطة دي وفقا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس في إطار حياة كريمة ان احنا نرفع مستوى المزارع المصري اللي بيزرع القصب، هدفها ان احنا نزود انتاجيته، ان احنا نزود الكثافة النباتية، ان احنا نحسن من مستوى دخله لما الانتاج الفدان يجيب انتاجية عالية. فكانت توجيهات سيادة الرئيس ان احنا عايزين نلجأ الى بدائل اخرى ترفع من مستوى الانتاجية، وبالتالي كان التفكير والتوجيه ان احنا نعمل محطة شتل قصب، ودي تعتبر المحطة الاولى في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا. طبعا موضوع الشتل ده موضوع جديد في مصر، موضوع من شأنه رفع الانتاجية الرأسية لهذا المحصول الاقتصادي المهم في لمصر ولصعيد مصر وتنمية صعيد مصر كمان. طبعا احنا لما بنتكلم على رفع الانتاجية الرأسية للفدان احنا بنتكلم من متوسطات بتصل الى 32 طن للفدان اللي هي المتوسطات الحالية بالزراعة التقليدية، احنا بنقفز بيها الى اكثر من 55 طن للفدان او 60 طن للفدان، يعني معنى تقريبا ان احنا بنضاعف انتاجية الفدان باستخدام التكنولوجيا الحديثة. هذه المحطة تعتبر المحطة الاولى في الشرق الاوسط وفي افريقيا، هتنتج 15 مليون شتلة في السنة، هتساهم في نقل زراعة قصب السكر نقلة كبيرة جدا، هترفع المحصول من 30-34 الى 55-60 طن في الفدان. طرحت الحكومة كميات من اللحوم الحمراء المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية بالإسماعيلية لبيعها بتخفيضات تصل إلى 40%. يأتي ذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم طرح اللحوم المجمدة البرازيلي داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 160 جنيه للكيلو، ويتم توفير سيارات متنقلة إلى المراكز التي لا توجد بها منافذ. احنا موفرين اللحمة المجمدة بسعر 160 جنيه في جميع المجمعات الاستهلاكية في محافظة الإسماعيلية، والأماكن اللي ما فيهاش مجمعات استهلاكية هتبدأ تنزلها سيارات متنقلة بحيث ان احنا نغطي المحافظة كلها، واللحمة تتوفر في جميع المراكز محافظة الإسماعيلية كلها من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة. ويتم الكشف على اللحوم تحت إشراف الأطباء البيطريين، ويتم التوزيع عن طريق وبتواجد السادة مفتش التموين لتأكد من التوزيع والتأكد من وصول اللحوم للمستحقين. اللحمة دي كويسة وفي ناس كتير محتاجينها، ونشكر يعني كل واحد يعني قايم على الخدمة ديت. يعني احنا بنشكر وزارة التموين كل سنة وانتم طيبين. الوزارة يعني بدرت وفرت لها اللحمة ب 160 جنيه، لحمة مجمدة برازيلي مش موجودة بره بأكثر من 200 جنيه. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي بالمؤشرات، مدعومة بعملات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، ليسجل رأس المسوقية مستوى 1,170,000,000,000 مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو 3,600,000,000 جنيه. ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 81% ليغلق عند مستوى 18,026 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 3,561 نقطة. صعد مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 5,280 نقطة. في منطقة الخليج أغلقت أسواق الأسهم على تباين مع تراجع تفاؤل المستثمرين إزاء قرب تخلي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عن قرارات رفع أسعار الفائدة. في قطر انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 1% موصلا خسائره للجلسة الثانية، وفي السعودية ارتفع المؤشر الرئيسي قليلا بعد أن بددت خسائر قطاعي الطاقة والمال مكاسب معظم القطاعات الأخرى. أما في الكويت فقد صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 55%، كما ارتفع مؤشر سوق البحرين بنسبة طفيفة بلغت نحو 9%.
قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الكويت أحمد جابر العيدان إن الطاقة الإنتاجية للنفط في الكويت تتجاوز نحو 2,800,000 برميل يوميا الآن، وستصل إلى 3 ملايين في عام 2025. أوضح العيدان أن شركة نفط الكويت تعتزم إنفاق نحو 13 مليار دينار على مشاريعها النفطية خلال السنوات الخمس القادمة حتى عام 2028. أضاف العيدان أن غالبية هذه المشاريع تتعلق بحفر الأبار ومعالجة الأبار والخدمات المتعلقة بها، وأيضا بناء عدد من المنشآت. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإيمان وأدى لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام النشرة، وهذه عناوين الأخبار. خلال استقباله نائب رئيس مجلس السيادة الرئيس السيسي يؤكد أن مصر كانت وستظل سندا وعونا للسودان، ويشدد على بذل أقصى الجهد لتحقيق التهدئة وحقن الدماء. مدبول يشهد توقيع اتفاقية تعيين مؤسسة التمويل الدولية مستشارا استراتيجيا للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. وزارة الدفاع الروسية تعلن إحباط هجومين القوات الأوكرانية على محور زابوريجيا. مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري. شكرا لكم، إلى اللقاء.